انا من مجموعه تعاونيه اعلاميه اسمها مصورين من مصر. هي مجموعه للنشطاء وصناعي الافلام بتشتغل على محاوله صنع اعلام بديل مستقل يخدم الثوره بشكل اساسي. كانت عندنا فكره ان احنا نعرض الفيديوهات بتاعتنا اللي هي اصلا معموله عشان تكون بتتعرض في الشوارع في الشاشه الموجوده بره فندق افريقيا اللي بيقام فيه مهرجان. واحنا ما اتقلناش بشكل رسمي، ولكن اتقال انه في مشاكل مع الامن مش في الفيديوهات بتاعتنا، ولكن لمجرد اغاني فيروز اللي تمت اذاعتها بره عن القدس وحاجات من النوع ده. الشخص اللي قال لنا كده هو الشخص المسؤول عن تنظيم العروض اللي بتحصل بره، والمهرجان نفسه ما عندوش مشكله يعني بيحاول معانا، بس لسه مش قادرين يعملوا ده. احنا لسه منتظرين رد المهرجان، ولكن احنا اديناهم سي دي وهم قالوا لنا بالتفصيل انه الامن قال انه ده غير مستحب. كان احكي شويه عن المحتويات بتاع الفيديوهات هذه. الفيديوهات اللي احنا عايزين نعرضها هي زي مجموعه فيديوهات مختاره من الفيديوهات الكتيره اللي احنا بنعملها عن احداث الثوره من يناير 2011 لغايه دلوقتي، سواء في الحراك اللي في الشارع اللي بياخد شكل المظاهرات، او في الحراك المختلف في المصانع وفي المناطق الزراعيه اللي بيقوم بيه العمال والفلاحين والدكاتره والشخصيات المختلفه. يعني الصراع مع الدوله ومع سلطتها مش بس في تحدي الشرطه في المظاهرات، لكن في حاجات تانيه مختلفه، وده اللي احنا بنحاول ندي فكره عنه للجمهور التونسي من الفيديوهات اللي احنا بنعرضها. يعني احنا لسه عارفين ان محمد مرسي مطلع اعلان دستوري دلوقتي حالا بيدي نفسه سلطات فوق القضاء، يعني لحد وضع دستوري جديد. ومن السلطات دي ومن القرارات بتاعته ان اللجنه التاسيسيه اللي وضعت عشان تعمل الدستور اللي هي فيها عليها اعتراضات شديده ومعظم القوى السياسيه انسحبت منها، مفيش سلطه قضائيه تقدر تحلها. فهو موقف صعب جدا، بس الرد الفعل على الاقل على تويتر يعني على الانترنت غاضب بشده. بس هو كمان عمل قرار باعاده محاكمات الناس اللي قتلت الثوار في بدايه الثوره، في نفس الوقت اللي الداخليه بتقتل الثوار دلوقتي حالا تحت سلطته هو. فطبقا لقراراته هو لازم هو يحاكم، فالموضوع معقد يعني. متوقعين ان هي هتحصل سواء دلوقتي او بعدين، ولكن انا كنت يعني كان نفسي انه اللي ده يحصل قدام شويه، لكن هو الحقيقه غبي جدا وهو اللي جابه لنفسه. يعني الناس كلها بتتكلم على ان هي نازله بكره، واحنا متوقعين انه كل اللي جاي بعد كده هو اصعب من اللي فات، ولكن هي مرحله ولازم نعدي بيها عشان نتخلص من ده. شنو هي علاقة شبكة مصرين بالسينما؟ يعني جزء من التعاونية فيها ناس مخرجين، ناس عندهم خبرة يعني في التصوير ومونتاج الأفلام وإخراج الأفلام، بس احنا بنشتغل خارج المنطق السينمائي بطريقة بحتة. يعني احنا بننتج أفلام احنا مش شايفين الأفلام دي أفلامنا احنا، عشان هي تبع الثورة، هي صور احنا بنصورها مش صورنا، هي صور الشارع. فلما احنا بنصور فيلم وبننزله في النت احنا بنشجع الناس ان هم ينزلوها ويعرضوها في الشارع، يعرضوها في المدرسة، يعرضوها في الجامعة، يعرضوها في بيوتهم، يوزعوها على أصحابهم، عشان هي ما فيهاش فكرة الملكية الرأسمالية اللي هي خاصة بالسينما في أي مهرجان زي مهرجان زي أيام قرطاج أو أي مهرجان تاني. فكرتها ان احنا عاوزين الافلام دي تتشاف، علشان احنا عارفين ان الصور دي قويه وبتوصل رساله قويه، بس هي مش صورنا، مش افلامنا احنا. فرق كبير اظن بين منطق مهرجان وشغلنا كتعاونيه.